فقدت حافظها بها رخص السيارة ورخص القيادة وكارنيه الإقامة باسم علي حمدان عبد المعصوم، كان يجدها جيب عند المنصات. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المصريون الكرام، مرحبا بكم في ميدانكم، مرحبا بكم في ميدان الثورة، مرحبا بكم في ميدان التحرير الذي حررتم منه البلاد والعباد من الظلم والطغيان. أيها المصريون الكرام، هذا الجمع الحاشد ليس جمعا لتمكين الفوضى، ولا هو جمع لتمكين البلطجة، ولا هو جمع للعناصر المندسة، هذا جمع للوطنيين الأحرار، هذا جمع للمسلمين والمسيحيين، هذا جمع للشيوخ والقساوسة، هذا جمع للرجال والنساء، هذا جمع للكهول والشباب يقول نحن شعب واحد، مطالبنا واحدة، قوتنا في تجمعنا، ونحن نحمي الوطن بأرواحنا ولا نحميه بكلامنا وألسنتنا. الذين راهنوا على الانقسام بين قوى الثورة، الذين راهنوا على التشتت في ائتلافات الشباب، الذين راهنوا على الضعف الذي يصيب الناس بعد مجهود طويل، رسالة تقول بالقوة أتينا وبالقوة سنعمل، ومن أجل بقاء القوة سوف نستمر كل ما اقتضى الأمر ذلك. نحن هنا لا لنبيت في الشوارع، وإنما لننبه الناس إلى ما ينبغي أن يفعلوه. نحن هنا لنقول للحاكمين إن للمحكومين كلمة، إن للمحكومين كلمة مسموعة ينبغي أن تطاع. المحكومون يطالبون بحقوق لا تنتقص، وبتقدم لا يتوقف، وبعمل لا يكف في سبيل تحقيق أهداف الوطن. نريد الاستقرار بأسرع وقت ممكن، نريد أن تجري انتخابات السلطة التشريعية ليكون في البلد من بيده المحاسبة. البلد الآن خالية من مؤسسة تحاسب الحكومة أو تحاسب المجلس الأعلى للقوات المسلحة. لا توجد في البلد مؤسسة تملك حق الحساب. الذي يملك حق الحساب من ننتخبه للبرلمان، ومن ننتخبه بعد ذلك لإدارة شؤون الوطن. أيها المصريون الكرام، واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها المصريون الكرام، أمضوا سحابة هذا النهار على رغم الشمس وعلى رغم الحر وعلى رغم قلة الهواء النقي، امضوها في هذا الميدان وقفوا وراء مطالبكم، فإذا جاء وقت إخلاء الميدان بإرادتكم وبإرادتكم وحدكم فأخلوه بالسلام والمحبة والقوة التي كنا نعمل بها من 25 يناير إلى 12 فبراير. أيها المصريون الكرام، أيها المصريون الكرام، بإرادتكم وحدكم تتخذون القرار المناسب في اللحظة المناسبة حماية للوطن وتحقيقا لمطالب الشعب. وموعدنا هنا كلما جد جديد
كل ما اقتضى الحديث ان نلتقي، والله يحفظ مصر من كل كيد، ويحفظ شعبها من كل خطأ، ويحفظ امتها كلها مما يراد بها ويدبر لها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد فاروق محمد من مصر، وعن المنصة لقاءه باسم محمد فاروق محمد.